بسم الله الرحمن الرحيم. رح نعمل في هذا الفيديو عملين مختلفين. العمل الأول كيف أرفع فيديو على اليوتيوب، هاي رقم واحد. طبعا الفيديو جاهز، يعني أنا بفترض أن الفيديو أنت مجهزه وصار عندك جاهز. رقم اثنين كيف أخلي أحمل الفيديو على الأرتستير، وكيف أعمل ببلش للأرتستير أونلاين من الأرتستير أونلاين. الخطوة الأولى بروح على البراوزر، بروح فاتح اليوتيوب. طبعا هذا المفروض انك يكون عندك انت ايش شانل على اليوتيوب، صح ولا لا؟ انا الشانل تبعتي هياتا، طبعا لازم تدخل عليها ساين ان باليوزر نيم والباسورد تبعونك. فانا اوريدي عندي، شايفي هياتا عندي، انا داخل على الاكاونت تاعي. طبعا المرحله الاولى اذا دخلت يوتيوب بيقول لك دخل اليوزر نيم والباسورد تبعونك تاع الشانل تبعتك. انا باي ديفولت قال له ادخل، باجي بس على كلمه ابلود. شايفين كلمه ابلود؟ في ناس بروحوا على فيديو مانجر وبعمل ابلود، يعني مش قضيه. المهم دور لي على كلمه ابلود في اليوتيوب، تحمل الفيديو، اعمل ابلود. شو بجيب لك؟ بجيب لك هاي الشاشه. شو بدك تحمل؟ سيلكت فروم فايل فروم ماي كمبيوتر. اياته بدي انا الكويز هاي اللي قبل شوي حملته، اللي قبل شوي حملته بدي ارد احمله مره ثانيه. بس بقول له ايش؟ اوبن. عشان مجرد ما قلت له حمل زي هيك، شو بيسوي هو؟ بصير يعمل له ابلودنج، وبصير بعدين بس يخلص. طبعا هذا بيعتمد سرعه التحميل على حجم الملف، بيعتمد على سرعه النت عندك، انه في وقت ذروه وما فيش وقت ذروه، سرعه جهازك، يعني في عوامل كثير ممكن تدخل في الموضوع. لاحظوا هنا هو اعطاني على طول اللينك تبعته، ليش؟ لانه شايفه هذا محمل عنده، عارف انه محمل. بس احنا خلينا نكمل الكلام. هنا بتكتب التايتل تاعك، شو اسم الملف اللي بتحمله، بتعمل ديسكريبشن له مثلا يوضح مثلا الفيديو، سوري يوضح الفيديو مثلا طريقة عمل اختبار محوسب على نظام مودل، وبتحط لك تاجز عليه اذا بتحب، مثلا اختبار محوسب بكفي، ما لناش نكثر. وبعدين تشوز كاتيجوري، بدك اياه تابع لايش؟ كوميدي، ادوكيشن، انترتينمنت. طبعا ادوكيشن وحطيناه بابليك عشان الكل يشوفه. لما تحطه برايفت بصير ما بيشوفه الا مين اللي معاه اللينك. اوكي طيب، بس نخلص بنقول له add to، نختار كاتيجوري من الكاتيجوريز، favorite على الكورس هذا، على الكورس هذا، على الكورس هذا. لا تضيف نفس الفيديو على مكان، على نفس المكان، بصير duplication. خلي على مكان واحد بس، خليني اضيفه على ادكسل انا مثلا، حط هون description عليه. علق ترى. ايوه تحط ديسكريبشن عليه. يفضل انك تكتب نفس الديسكريبشن، يوضح الفيديو، يعني كوبي بيست على فكره هي، يوضح الفيديو طريقه عمل اختبار محوسب على نظام مودل. طب ايش بنستفيد من هاي الشغله؟ النوتس هذول ايش بنستفيد منهم؟ هذول بيطلعين على الفيديو تحت، بيطلعين على الفيديو تحت عشان انت برضو انت بتنسى، بتنسى يعني ايش اللي سويته، او عشان الناس لما تقرا واحد بلكي بيطلع الفيديو كله علشان اعرف شو بيسوي الفيديو. هلا بس يخلص، بس يخلص تحميله ونخلص من شغله التحميل. هلا انت عندك تو اوبشنز، يا بتاخذ اللينك اللي هو هذا، شايفين هذا اليو ار ال، ساعتها بروح بفتح لك ويندوز جديد. يا اما اذا بتعمله بسموه ثامب نيل، زي صور، شفت كيف الفيديوهات اللي انا عاملين على الموقع تاعي، يعني زي هذول، طلع كيف معمولات فيديوهات صغيره مش لينك. اذا بتعمل لينك، لا ما راحت ايش، انا قلبت. انا هلا بدي اشرح كيف اسوي هاي الثامب نيل، مش كيف اعمل لينك. لينك سهله، هايبر لينك، وبتكتب بتحط الكود بس. اما اذا بدك تعمله ثامب نيل على الارتستير، هلا بنشوف كيف. بس خليه يخلص تحميل، نصبر عليه.
بالنسبه لليوزر نيم والباسورد لما بيعمل يجيب الفيديو من حسابك على اليوتيوب. بنحط مثلا على افستيم. حلو. بطلب منك يوزر نيم وباسورد، حكيت قبل شوي. هذا ايش هو؟ اذا بدك ترفع ورفع. لا ما بطلب منك، اذا حاطه بابليك ما بطلب منك. مجرد ما حطيته بابليك خلص ما بطلب منك. برايفت بده منك يوزر نيم. اذا طلبت، اذا حطيته برايفت بده يطلب منك، لكن اذا حطيته بابليك ما بطلب منك، بشغل اليوتيوب لحاله مباشره. اذا انت سامح للكل يفوت، انت سامح للكل يفوت ويستخدم الموقع، اذا معناته انت مش حاطه يعني الله فور اول. بالضبط. هلا من نفس الكلام، من عند الفيديو راح اشوف، من عند الشير، من عند الشير راح اشوف ايش راح اسوي في الشير، بس خليه يخلص. طبعا هون باجي على الارتستير، خلينا نروح على الارتستير نكسب الوقت. هاي الارتستير وين بدك تحط الفيديو؟ اختار المكان اللي بدك تحط فيه الفيديو. يعني انا مثلا بالصفحه بيج 2 بدي احطه، مش بيج 1. وين بدي احطه؟ بدي احطه هون بالمكان هذا. طبعا لازم تختار مكان يسمح لك تحط فيديو، يعني بصيرش تحطه مثلا في المنيو هون. بتفعل عندك اذا يعني المكان. الان اذا بتعمل هايبر لينك، مجرد تعمل هايبر لينك بتحط الكود كوبي بيست زي قبل شوي كيف سويته على موقع اداره التعلم. اذا بدك تحطه امبيدد يطلع ثمب نيل، شو بتختار؟ تختار فيديو. طبعا لازم تكتب قبليها يوضح، مثلا هون تروح كاتب عليه يوضح، سوري الفيديو طريقة عمل اختبار محوسب، انتر. بتيجي على هاي كلمة فيديو هون، شايفينها فيديو؟ هاي فيديو، اختار فيديو. بقول لك دخل الكود، هذا HTML. الكود اللي تكتبه هو HTML. طبعا بدك تكتب كود؟ لا ما راح اكتب كود، انا راح ارجع على مين؟ على اليوتيوب. هو اليوتيوب راح يعطيني الكود. إذا بتحبوا بنروح على اللينك هنا، يعني هيك على السريع بس، لأنه this is under process. شايف كيف؟ مثلا هاي تصميم اختبار إلكتروني على الكوز كرياتر، هذا قاعد بشرح على الكوز كرياتر. مثلا أنا بدي أعمل على هذا، بدي أعمل لينك على هذا، كويس. هذا مش إلي، هذا الفيديو مش إلي. شير. باجي على كلمة شير، في عندك هون اللينك هذا اللي بتعمل لي هايبر لينك. لا أنا ما بدي هايبر لينك، بدي إمبيدد. اختاري امبيدد، شايف بعطيك كود، هذا HTML. بتعملي له كوبي، بعدين بتروحي وين؟ على الارتستير، بتحطي وين؟ بيست. امبيدد يعني متضمن ضمني جوا، عشان يطلع لك ثمب نيل. الان هون غيروا بس العرض تاعه، خليه 100، هاي 100 بكسل، علشان يصير يعني هيك صغير، ما ياخذ الشاشه كلها، يصير تصفح الشاشه سهل. صوره صغيره، صوره صغيره. اعمل اوكي. يكون عند الاكتيفيتور اونلاين ولا اوفلاين؟ لا اوفلاين، انا قاعد بشتغل اوفلاين، انا كله هذا قاعد بشتغل فيه اوفلاين. شوف طلع كيف صارت، طلع كيف صارت. انا ما حطيتش كيكي، بس باخذ الشاشه كلها. حسب ما بتاخذ مقاسات ممكن يصير كبير حجمه. كويس. هلا خلصت انا من شغلي، طبعا تعمل سيف، بتسيف الارتستير. الان كيف بدي اعمل له ببلش؟ الببلش سهل جدا، ببلش تو artistier.net. شايف اياتها؟ بجوز عندكم فور بيختلف شويه، يعني دور على كلمه ببلش، في واحده منهم ببلش تو artistier.net، هذا بدك تسويه راويه. لا بدي اعمل لهذا كل الموقع، انا بعمل للموقع بما فيه الفيديو، اخر شيء. وهذا بدي تعطيني اللينك تاعه. ضيف على السورس، بضيف على السورس وبرضه بعمل له ببلش. سورس وببلش، يعني كل ما بتعدل بتعمل ببلش. الان عملت ببلش، بجيب بقول لك هون شو اسم الكورس بدك اياه، بقول له كرييت ا ويب سايت. كرييت ا ويب سايت، هاي عملنا كرييت ا ويب سايت. شو بدك اياه اسمه؟ مثلا ترايل بالعربي تجريبي، سميه اسم يونيك، لازم يكون الاسم. وبعدين هون بدك تسميه، ايش بدك تسميه بالانجليزي؟ هون شايف دوت ارتستير دوت نت.
شو بدك تسميه؟ بدي اسميه education. اذا كان الاسم محجوز شو بقول لك؟ بقول لك ما بقبل. لازم يكون يونيك الاسم. invalid site name. شوف كلمة invalid site name شو يعني؟ محجوز. دور على اسم ثاني. مثلا ED 636. Please use only the lower case. ممنوع تستخدم capitals, small letters. ED 636. يعني اقرأوا دائما اقرأوا شو أعطيك notes. فعلت الكرييت. معناته هذا يونيك نيم. هسا يا انت لو تيجي تستخدم تقول ED 636 بالراش منك. بقول لك انحجزت. بس بتعمل كرييت. لما تعمل كرييت تستنى عليه شوي. هو قاعد بشبك مع مين؟ مع سيرفر الارتستير. وبيحمله على الارتستير. شو الفرق بينه وبين الناس تأجر دومين؟ خلص خلص اتحمل. الان بدك تشوفه اعمل كليك عليه او احفظ النيم. ذاتس ات. شوفي ما اسهلها. ولا في اسهل منها. بس اعملي هون artistier dot net. اذا بتشوفي ترايل يعني عشان تشوفي زي ما حكى زياد كل ما بك تعدل اشي بتروح تعمل ببلش لانه بيضل حافظ القديم بيضل حافظ اللي عملته اخر مره ببلش لا ملا عدلي بتعدلي اوف لاين وبعدين تروح تعمل له ببلش بروح بغير طبعا لما تعملي ببلش بغير هلا هون لما جيتي على بيج 2 شايفي هاي بيج 2 لان انا حاط الفيديو بالبيج 2 بدي اشوف الفيديو اللي حطيته هياته بيج 2 اعطيه شوي هو بس نصبر عليه هسا هذا اونلاين هذا هذا بدي اسعدي عليه خلاص هذا بشوفوه الناس شايف هاي الفيديو اللي حطيته هياته الفيديو اللي حطيته لما تشغله من وين بيجيبوه هو بيجيبوه من اليوتيوب اصلا ما بدي السايت وقفي هاي اوكي خلصنا هسا اي تعديل بدك تسويه بتسويه هون بتروح تعمل ببلش انا بدي منك شغلتين تعطيني اياه كسورس وتعطيني اياه كببلشت كيف شكله ببلش كيف شكله سورس وصلت ماشي دينا لا هاي